خلينا هنا ناخد على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. مساء الخير يا أستاذ يوسف. أهلا بك يا فندم. كيف ترى زيارة وزير الخارجية الياباني ولقائه مع فخامة الرئيس وحديث على مستويات الشراكة الاستراتيجية من جهة، وأيضا على القضايا الإقليمية اللي بتهم مصر مما لا شك فيه بشكل مركزي واللي بتهم العالم بشكل عام؟ يعني بداية اسمح لي أشير يا أستاذ يوسف أن اليابان هي بتتولى الآن الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبعة الدول الصناعية الكبرى. مظبوط. ده تاني شيء، أن هذه الزيارة لمصر بتأتي في إطار جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية اليابانية. ثالثا، أن هذه الزيارة بتأتي في أعقاب زيارة هامة سبق أن قام بها رئيس وزراء اليابان إلى مصر في أبريل الماضي في إطار جولة أفريقية له، وكانت مصر أول دولة أفريقية يزورها في هذه الجولة. والتبادل وجهات النظر والاتصالات على أعلى مستوى بين مصر واليابان بيتم بصفة مستمرة، وفي تنسيق في المواقف المصرية والرئاسة اليابانية لمجموعة السبعة حيال مجموعة من القضايا الدولية والأزمات الدولية التي أثرت على السياسة الدولية وأثرت على الاقتصاد الدولي بشكل سلبي، وأغلب دول العالم بتعاني من تداعيات هذه القضايا. فالتنسيق وتبادل وجهات النظر بين طوكيو والقاهرة مستمر على أعلى مستوى. وكما أشرت حضرتك، في خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا لمصر في أبريل الماضي اتفق على تصعيد العلاقات المصرية اليابانية التي كانت دائما علاقات متميزة وعلاقات قوية وتتسم بالاحترام المتبادل، ترفعها حضرتك تصعيدها إلى مقام علاقات في إطار شراكة استراتيجية. ودوت بيعكس حرص الدولتين حضرتك على التعزيز وترسيخ التعاون الثنائي فيما بينهما في كافة المجالات من جانب، ومن جانب آخر التبادل وجهات النظر وتنسيق التحركات المصرية واليابانية في المحافل الدولية حول الأزمات العالمية مثل الحرب الأوكرانية على سبيل المثال، وهي كانت من القضايا التي تم بحثها في خلال لقاء السيد الرئيس مع وزير خارجية اليابان. من ناحية أخرى، اسمح لي أستاذ يوسف أن أنا أشير إلى أن اليابان ومنذ مجيء السيد فوميو كيشيدا إلى رئاسة الوزراء في طوكيو، واليابان حضرتك بدأت تنتج سياسة خارجية نشطة للغاية، وأصدرت في نهاية العام الماضي استراتيجيتها القومية، استراتيجية أمن قومي جديدة بتقوم على الانخراط مع القوى الكبرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين في مناطق جغرافية قريبة مننا، وبتهم المصالح المصرية وخصوصا المصالح الاقتصادية المصرية، وهي مناطق تتعلق بحركة التجارة العالمية. وأنا أشير هنا حضرتك إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. فاليابان بتلعب دور كبير جدا في السياسة الدولية، ورأينا حضرتك يا أستاذ يوسف الزيارة أو القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية كوريا الجنوبية التي استضافتها الإدارة الأمريكية في واشنطن منذ عدة أسابيع. فاليابان اليوم نشطة جدا حضرتك في الساحة الدولية، ومن مصلحة مصر الاستراتيجية
أن دائما تكون على نفس الموجة مع اليابان في التحركات الدولية وفي التعاطي مع الأزمات اللي لها تأثيرات على الاقتصاد المصري وعلى الأمن القومي المصري. من ناحية أخرى اليابان، وده نقطة يجب أن تكون حاضرة ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية اليابانية والعلاقات العربية اليابانية، هذه الزيارة بتأتي في زخم ياباني في الانفتاح بالمزيد على المنطقة العربية وتحديدا القوى العربية الرئيسية في إطار التنافس بين القوى الصينية الكبرى الصين واليابان في تكريس التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع مصر في العقود القادمة. ودي حضرتك يعني برضو يعني بعد جديد في السياسة الخارجية اليابانية، إن هي تريد أن يكون لها أقدام راسخة في المنطقة وحتى يكون لها أقدام راسخة في مصر، قصدي في المنطقة آسف. بالطبع العلاقات بتحتل في هذا الإطار العلاقات المصرية اليابانية أهمية خاصة من وجهة نظر صانع القرار الياباني. كما تعلم حضرتك أنه وزير الخارجية اليابانية في سياق ما قلته ما ذكرته الآن يجتمع غدا، يتوجه غدا إلى الخليج، حيث سيعقد الاجتماع الأول بين وزير خارجية لليابان ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. دي آلية تم استحداثها لتعزيز التعاون الياباني العربي، وبالتالي مصر موجودة لها دور كبير جدا في التحركات اليابانية في المنطقة العربية. صحيح. وهنا اسمح لي أشير أنه اليابان بتؤيد المواقف المصرية بشأن التوصل إلى حلول سياسية إلى الأزمات التي عصفت والتي ما زالت تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والتأييد التأييد الياباني حضرتك للتحركات المصرية وللجهود المصرية في التعاطي مع هذه الأزمات وموقف وتفهم موقف مصر وتأييد موقف مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية على سبيل المثال وليس الخاص، كل ذلك حضرتك بيدفع إلى مزيد من التعاون مع اليابان في تحرك في السياسة الخارجية المصرية، لأنه لا شك أن اليابان دور كبير يتزايد يوما بعد يوم في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي. لعله بعد تعاون أيام يا أستاذ يوسف. أيوة. وأخيرا يعني وليس بالآخر، بعد أيام قليلة اليابان ستكون حاضرة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، والهند سبقا وجهت دعوة إلى السيد الرئيس لحضور هذه القمة. بالطبع وجهة نظر مصر بالنسبة لتداعيات الحرب الأوكرانية على أسعار وإمدادات الطاقة وعلى الأمن الغذائي، كل ذلك حضرتك يكون حاضرا خلال قمة مجموعة العشرين. ومن ضمن القضايا اللي كانت محل بحث ولا زالت محل بحث بين مصر واليابان القضايا المتعلقة بالتمويل، ودي حضرتك قضية في غاية الأهمية. أكيد. لأنه التمويل مثلا تمويل التعامل مع التغيرات المناخية، مسألة تأثير الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة على الديون الخارجية للدول النامية ومن بينها مصر، ده من القضايا اللي بتهم مصر جدا إيجاد حلول لها. وكما تعلم حضرتك أستاذ يوسف أن مجموعة العشرين في العام الماضي سبق أن هي وافقت على إعادة جدولة لديون الدول الأكثر فقرا، ومصر طبعا لا تقع في هذه الفئة من الدول طبعا. مصر من الدول المتوسطة، فنأمل أنه خلال قمة العشرين أو خلال
الرئاسة اليابانية لمجموعة السبعة أن يتم التعامل بطريقة أو بأخرى، أو يكون في منهجية جديدة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الفائدة على مسألة الديون الخارجية للقوى المتوسطة ومن بينها مصر. نتمنى ذلك سيد سفير. أشكرك مرة تانية سيد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.